أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم مشيت الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها مشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي اليوم في استوديو المحلل السياسي نجم الشمري. حياك الله معنا. أهلا فيك سام سعد. أيضا يرافقنا في الطرف الآخر رسام الكاريكاتير أستاذ محمد ثلاب، منورنا كالعادة كل خميس. يا هلا حياكم الله. بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ معكم بالصحافة المحلية. نستهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الراي، وفيها نقرأ 10 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة من الصحة لأهل غزة، 8 منها حملتها الطائرة و26 من الجسر الجوي. وزير الصحة: دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس بغريب على أهل الكويت. عبد الله السند: الشحنة تحتوي مواد مثبتة للكسور والكراسي المتحركة والأسرة الطبية. إذن أستاذ نجم، مع الإعلان عن هدنة في غزة يوم أمس والسماح بدخول المزيد من المساعدات، كيف يمكن لهذه المساعدات أن تساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، خصوصا أن المساعدات الكويتية والجسر الجوي لم يتوقف؟ طبعا أراضي غزة تقريبا الكيان الصهيوني استعمل معها سياسة الأرض المحروقة، ومضى عليه قرابة 2 شهر وهو يقصف ليل نهار ولم يوفر لا جسرا ولا بناية ولا بشرا ولا مستشفى ولا مدرسة، ولذلك كتلة سكانية تتجاوز 2 مليون من البشر يحتاجون كل شيء، هم في سجن كبير والطائرات والصواريخ الصهيونية تقصفهم ليل نهار، ولذلك هم محتاجين من الإبرة إلى الخيط إلى الإسعاف إلى السيارة إلى الطيارة إلى المواد الغذائية إلى المياه، كل ما يحتاجه الفلسطينيين في الوقت الراهن بعد هدم عشرات الألوف، وصل إلى 50,000 مبنى تم هدمه، ينامون عراة في يعني سقفهم السماء وافتراشهم الأرض، لأن حتى المدارس والمستشفيات التي كانوا يلجؤون إليها تم قصفها. إذن نذهب معك إلى جريدة الأنباء ونقرأ فيها: وزير الإعلام: المشاركة الدولية الكبيرة بمعرض الكتاب تعكس مكانة الكويت الثقافي. وفي التفاصيل: أكد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري أن المشاركة الدولية الكبيرة بعدد 29 دولة، منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية، من خلال 486 دار النشر، معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 46 تعكس مكانة الكويت الثقافية والمرموقة. وأشار خلال افتتاحه معرض الكويت الدولي للكتاب في نسختها 46 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن الثقافة والأدب في الكويت يحظيان باهتمام ودعم كبيرين ومستمرين من قبل القيادة السياسية في الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. إذن إلى أي مدى أستاذ نجم يسهم معرض الكويت الدولي للكتاب في كل عام في تعزيز مكانة الكويت المرموقة ثقافية؟ طبعا الكويت اشتهرت ثقافيا وعرفت ثقافيا، ومعرض الكتاب حاليا مضى عليه تقريبا نصف قرن، والكويت كانت قبلة وما زالت إن شاء الله قبلة ومركز إشعاع ثقافي للوطن العربي، والكتاب
يعني إلى عهد قريب يعني صار نوع من التراجع بالآونة الأخيرة، لا أعلم ما هي أسبابها، ولكن هي مركز إشاع ثقافي، هي قبلة المثقفين في الوطن العربي، قبلة شركات طباعة الكتاب في تسويقها بدولة الكويت، والكويتيون ستجد كل عام نزل تزاحم على وإقبال شديد على معرض الكتاب الدولي، لكن هذا يعني تأثير يعني صار نوع من التراجع لقراءة الكتاب الورقي بصورة عامة أو الصحيفة الورقية، وهذا شمل الكرة الأرضية كلها نتيجة لسهولة التوصل للمعلومة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وفي جهاز بمتناول اليد. نعم. فأثر تأثير كبير واقع الحال على 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 على, على, على الكتاب وعلى الورق وعلى معارض الكتاب بصورة عامة. صحيح، حتى بعض دور النشر انتقلت حتى إلى طباعة الكتب عن طريق الإلكترونية بكتاب إلكتروني. صحيح. نعم. وزاد التراجم، يعني حتى يعني هنالك كتب بسهولة يتم ترجمتها من خلال فقط الضغط على 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 دقمة معينة ويتم ترجمة الكتاب كاملا. فالعالم تطور من خلال يعني تدفق الهائل للمعلومات عبر شبكات الإنترنت، مما أدى إلى تراجع الكتاب بصورة عامة. نعم. أيضا نذهب مشاهدينا إلى الطرف الآخر من الاستوديو مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، رحب فيك مجددا. لو نتكلم بشكل عام عن فكرة كاريكاتير اليوم. طبعا كاريكاتير اليوم اللي هو عن معرض الكتاب الدولي لسنة لنسخته 46، كاريكاتير راح يتكلم عن دور الكتاب وأيضا تأثيره في التكنولوجيا الموجودة، فإن شاء الله نشوفها في نهاية البرنامج بالكامل ونتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله في ختام أو في نهاية حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا، وزير الشؤون: الربط الآلي مع الداخلية يمنع التلاعب في انتخابات التعاونيات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الوسط إن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالج أكد أهمية الربط الآلي بين الوزارة وقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، والذي سيمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس إدارتها. وقال المالج على هامش تكريمه مدير وموظفي إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية أن الوزارة تسعى للتوسع في عمليات الربط الآلي مع الداخلية، لا سيما فيما يخص صرف المساعدات الشهرية. ونذهب إلى جريدة النهار وفيها نقرأ: وكيل الداخلية يفتتح مبنى الجنسية وثائق السفر الجديد في منطقة الشويخ. المبنى الجديد مزود بجميع الوسائل التكنولوجية التي تساهم في تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي. المبنى يتضمن أيضا على خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أما جريدة السياسة فعنونت: وزارة الاتصالات تستعين بالشباب لتطوير تطبيق سهل. وتفصيلا تقول السياسة أن أولى جلسات مبادرة سهل والتي طلقت تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تجسد نموذج ماراثون أفكار بهدف تطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل بسواعد الشباب الكويتي من خلال سلسلة ورش عمل تفاعلية لإيجاد الأفكار المبتكرة استضافها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. في جريدة الجريدة نطالع هذا الخبر حول إعلان بلدية الكويت إصدار 630 رخصة مؤقتة للمخيمات الربيعية منذ 15 نوفمبر. وبيّنت البلدية في بيان لها إن الموقع الإلكتروني أنجز 422 ترخيص في مواقع البر المسموح التخييم بها في محافظة الجهراء و208 تراخيص بمحافظة الأحمدي، وأكدت على استمرار استقبال طلبات التراخيص لمواقع المخيمات عبر الكيو آر الخاص بحجز المخيمات لموسم التخييم لهذا العام في الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت. شدينا ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. هذه قراءة تحليلية مشاهدينا في أبرز ما شتت الصحف العربية والعالمية، والتي تطرقت في مجملها إلى الهدنة التي تم إقرارها بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة. والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع فيها:
رغم وحشية العدوان. لهذه الأسباب خسر الاحتلال وانتصرت حماس. وتقول الصحيفة أن نقاشات كثيرة تدور في العاصمة الأمريكية بشأن العدوان على قطاع غزة، وتنتهي إلى تأكيد خبراء على حقيقة تفوق الاحتلال على حركة حماس ماديا وعسكريا، إلا أن الخبراء يقرون بانتصار حماس في هجومها الذي شنته في 7 أكتوبر وصمودها في الحرب الحالية رغم مرور 45 يوما من القصف العنيف. ويشير عدد متزايد من هؤلاء الخبراء إلى التأكيد إلى أن حماس قد انتصرت بالفعل في هذه الحرب. إذن سيد نجم، ما رأيك في آراء الخبراء التي تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية انتصرت أو تمكنت من التغلب وحتى الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يتفوق عليها حقيقة في كل شيء؟ صح. طبعا الكيان الصهيوني مدعوم أمريكيا، مدعوم بريطانيا، مدعوم ألمانيا، مدعوم الاتحاد الأوروبي، مدعوم من دول كثيرة. فلا يوجد قياس يعني مساحة أرض 20 كيلومتر ومطوقة من البحر ومطوقة من الشمال والجنوب أن نقول بأنها تحقق انتصارات واقعية يعني من خلال المعارك العسكرية. حتما من يقوم بالقتل وتحقيق بطش هو الكيان الصهيوني من خلال الجو الذي تفتقده غزة والقوات المتواجدة في غزة. ولكن الدم لطالما انتصر على السيف، وما يحدث حاليا لا يمكن قياسه، لا يمكن مقارنة قوة حماس مع هذه القوة الداعمة للكيان الصهيوني الذي تم 75 عاما وهو يجيش ويحشد لأي معركة. ولكن هذه معركة سياسية كمرحلة تاريخية. نحن نجد هنالك 14,000 قتيل في الوقت الراهن، أكثر من 14,000 قتيل، هنالك عشرات الآلاف في غزة، ثلاث أرباعهم من الأطفال والنساء والشيوخ. ولكن تاريخيا حتما غزة انتصرت، وهؤلاء الشباب الذين لا يمتلكون حتى لباسا عسكريا حققوا إنجاز حقيقي على أرض الواقع. هم فضحوا هذا الكيان، هم هدوا هياكل هذه الدولة اللقيطة في هذه في المنطقة العربية، والتي تم تشييدها بكل قوة، القوة الصهيونية، قوة الدعم الغربية، قوة الولايات المتحدة، قوة المؤسسات الدولية المدعومة بأموال ويمكن تأثير على السياسيين. وكل هذا نجده يتلاشى كالرماد أمام ما حصل في غزة. وكل طلقة وكل طفل يقتل وكل امرأة تقتل حتما هي خسارة للعدو وليست خسارة للأهل في غزة. وما نشاهده في العالم من ملايين التظاهرات في كل العواصم الغربية، في الولايات المتحدة، في اليابان، في كل مكان يسمعون فيه عن غزة يتم فيه التظاهر والمظاهرات لوقف القتل والتقتيل الذي يقوم به الكيان الصهيوني. حتما ما حصل في 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 غزة هو نصرا للغزاويين، وهو نصرا للقضية الفلسطينية، وهو فضح كامل لكل